هذا التحالف اولا جاء بعد مخاض طويل جدا مع مجموعه من الاحزاب، انتهى بتاسيس تحالف من 3 أحزاب وربما ستضاف احزاب اخرى في المستقبل. هذا التحالف ياتي لتغيير في الحق الخارطه السياسيه وطريقه العمل. بغينا نتوسعوا اكثر وبغينا نفتحوا اكثر على المجتمع المغربي، على المواطن، رغم انكم منفتحين ولكن الامكانيات قليله، ولكن في الوقت اللي غنكونوا 3 أحزاب غتكون عندنا امكانيات وغيكون عندنا يعني افاق مفتوحه، لان المهمه ديالنا هو نوصل للمواطن. المواطن اليوم بجميع شرائحه متدمر من السياسه، وحنا كنحاولوا نفهموا انه راه السياسه ماشي هي الانتخابات، الشخص السياسي والرجل السياسي ليس هو المنتخب، وهذا هو الغموض اللي كاين، وحنا ان شاء الله غنحاولوا باش نرفعوا هذا الغموض بهذا التحالف. يضاف الى ذلك ان هذه وسيله جديده للعمل، كينص عليها قانون الاحزاب، اليوم غادي نفعلوها وغادي نفعلها ايضا عندما يحين الوقت عند الانتخابات. سنحاول ان ندخل الى الانتخابات برمز واحد بالنسبة للأحزاب 3، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا. أي واحد بغى يدبر الشأن العام لابد يدوز عن طريق حزب، ما بقاش ممكن مواطن يمشي يسير البلاد بلا ما يكون ينتمي إلى حزب، وبالتالي الدستور في حد ذاته لزم على 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 المواطن انه يمارس حقوقه عبر الاحزاب، وهذا هو الجديد في الدستور 2011. انا تندعي المواطن اولا يتسجل في اللوائح الانتخابيه لانها هي اللي مهمه، ويشارك في الانتخابات، ونتمنى ان هذا النداء ديالي ما يتعتبرش حمله انتخابيه سابقه لاواني، ولكن هذا موضوع على عاتقنا، هذا الشيء نقوله للناس اثناء الانتخابات او خارج الانتخابات. الشاب العازف اولا انا كنعذرو لان عنده ظروف ما كاينلاش ندخلوا فيها، ولكن مسؤول ايضا على الظروف ديالو، لان لو كان كيشارك بكثافه كون غير الامور، ما كاينش شي تغيير في المشهد السياسي، يعني نفس الاشخاص نفس التوجه، نفس يكاد يكون خطابا واحدا، ما كاينش تغيير في التوجه في الخريطه السياسيه. في 2021 غادي نحاولوا باش ندخلوا الانتخابات جماعه، بالاضافه الى انه راه كاين احزاب اخرى ربما غادي تلتحق. نتواجد اليوم لإيماننا اليقين بأن اليوم نحتاج إلى اتحادات حزبية قوية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي. نتواجد اليوم مع توصيات وخطابات جلالة الملك التي ما فتئت إلى فتح المجال للطاقات والكفاءات إلى عمل سياسي جاد ومسؤول. تواجدنا اليوم من أجل الوطن ولا شيء غير الوطن، من أجل المواطن، من أجل التنمية، من أجل الشباب. المغرب اليوم يعيش إكراهات تحتاج إلى تكتلات، ونحن سنلتزم ونلتزم بأن يكون هذا التحالف تحالف بديل لمشروع مجتمعي قادر على إنقاذ هذا الوطن وعلى رد الاعتبار للعمل السياسي الجاد والمسؤول. شكرا. الحفل اليوم هو حفل توقيع الميثاق التحالف بين 3 الأحزاب السياسية، هو نتاج واحد العمل اللي قمنا به ما يناهي السنة. كان هذا العمل اولا حاولنا نشوفوا وجهات نظرنا في عدد من القضايا، ولقينا اننا كاين مجموعه نقاط مشتركه في القضايا الاجتماعيه، في القضايا الاقتصاديه، في الرؤيه ديالنا حول النموذج التنميه، وبالتالي كان استطعنا اننا نوصلوا لهذه المحطه اللي سنعتبرها اساسيه. اولا الهدف منها هو رد الاعتبار للعمل السياسي. الكل متفق بان هناك قطيعه بين الطبقات السياسيه والفئات الاجتماعيه، جميع الفئات الاجتماعيه كان قطيعه، وبالتالي خص رد الاعتبار، لان السياسه افتقد المواطن افتقد الثقه في السياسه، وبالتالي كان لابد اننا نقوم بهذه المحطه على اساس عقد المؤتمر الوطني للتحالف ان شاء الله في 2020 اللي غادي تكون محطه تقريريه في الارضيه الفكريه، في الاليات الاشتغال ديالنا، في افق اننا نساهموا في بناء مجتمع اللي التاريخ ديالو تيشفع له،
وبالتالي تنضمنوا التقدم والازدهار للبلاد والرفاه للمواطن المغربي. لابد الاحزاب السياسيه تقوم بالدور ديالها. الاحزاب السياسيه كانت مدارس كونت الشباب، اليوم هما الناس اللي تتسير منذ الاستقلال، والاحزاب السياسيه تقوم بالدور ديالها. الشباب هو المحور ديال المجتمع، وبالتالي خصنا نقوم بالدور ديالنا كاحزاب سياسيه في تاثير ذات الشباب. يؤسف اننا نشوفوا شباب مغربي تبارك الله كي داير تيموت في البحر عار. هذا حنا الشهاده في هذا، حنا تنتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء. الشباب المغربي خصنا نهتموا به، خصنا نقوموا بالدور ديالنا كما كانت تقوم الاحزاب السياسيه. الحركه الوطنيه كانت تقوم بالدور ديالها في تاثير الشباب، اليوم خصنا الاحزاب السياسيه تقوم بنفس الدور تاثير نتاع الشباب، وكذلك الحضور مع المواطن بجميع القضايا، لان المواطن مغاربه بحالنا بحالهم، خصنا نعيشوا نفس الحالات اللي تعيشوهم حنا منذ التاسيس. صراحه قمنا، كاين الناس مازال عايشين في الكهوف، وهذا دور نتاع الاحزاب السياسيه. المنتخبون ما تيقوموش كيفاش اننا عدد من القضايا اللي تتهم بلادنا وتتهم المواطن ديالنا تنتنازلوها، وبالتالي تنبقاو تسير اللحظي بمجرد انني تنتخب وتناخذ اغلبيه، تنبقى كيفاش تنولي موظف ماشي وزير طابع عنده الجانب السياسي حاضر عنده، وبالتالي تنقول كيفاش ندوز هذا النهار ديالي. ما كاينش استراتيجيه، ما كاينش، جميع المخططات تثبت يعني منذ الحكومه نتاع التناوب الى غايه اليوم، جميع المخططات كانت ذات طابع القطاعيه حاضره فيها، ماشي عند الجانب السياسي حاضره، وبالتالي جميع هذه المخططات فشلت. واموال، ملي تنهضروا على مخططات تنهضروا على اموال كبيره، اموال كبيره. مع الاسف كاين قوانين في المستوى ذات الطابع الاجتماعي، منها المدونة التغطيه الصحيه اللي قانون قوي، ولكن مع الاسف ما تت تقاعد ديال الوزراء. لا، هذا المؤتمر الوطني في 2007. صافي، هي هذه في 2007 كان المؤتمر الوطني في البرنامج الحزب، قررنا ان يجب حذف المعاشات نتاع البرلمان والوزراء. انا هذا قرار